عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني تعليم مونتاج كين ماستر. طبعا نرجع لبداية الواجهة. هذا واجهة كين ماستر. أول ما ندخل عليه نضغط على الدائرة الكبيرة وعلم الزائد حتى نسوي مشروع جديد. نختار نسب الفيديو، هذا طبعا حسب تصوير الفيديو إذا كان أفقي أو عمودي، وقلنا 16:9 والخاص باليوتيوب بالدرس الأول. ندخل على هذا الحجم، اذا الان اللي حيكون شغلنا على هذا الحجم اللي هو 16:9. وهسه نضيف فيديو على مود نسوي اعدادات عليه. مثلا هذا الفيديو، اوكي هذا الفيديو مثل احنا شو نريد الان نسوي بعد ما سوينا بالدرس الاول شلون نقص ونغير الصوت وامور ثانيه. اضفنا كروما ايضا. هسه نضيف شغلات جديده ما سويناها بهذاك الفيديو. هذا الدرس الثاني، والدرس الثالث شوي شوي نتطور. اوكي هذا الفيديو مثلا طبعا ناشر عليه، طلعنا مجموعه خيارات، رسومات المقطع، تحكم في السرعه اذا نريد نزيد سرعه الفيديو. خل زيد سرعة، زيد السرعة 1.5 مثلا، أو زيد 2 أو 3x وهكذا حسب السرعة. وممكن نبطئ والعكس تبطيء، لأن هنا بطء جول 1x يعني بطء الفيديو، وفوقه هذا حيكون تسريع. أوكي حن سرعة 2x يعني دبل سرعة. اوكي اكو هاي ممكن ايضا بيها امكانية نكتم الصوت وحفاظ على النغمة. نجي الى رسومات المقطع. رسومات المقطع انا هون خلي فد بداية حركة للفيديو بيها فد كلام معين، او شوفوا هنا نص الفيديو مثلا نكتب هنا عجار. اذا هذا نسوي فد نوع من المقدمة للفيديو، مقدمة بسيطة بحركة معينة. نختار الحركة، شوف حسب الشكل اللي يعجبنا. ممكن ايضا نتحكم باللون، لون فاتح لون غامق، نقدر كل شيء. يعني امكانيات جدا حلوه بهذا البرنامج كين ماستر. هواي جدا هواي، يعني ما ممكن اختصره بدرس، يعني ممكن بعشر 15 درس. بس شنو يراد لها شنو؟ ممارسه، بالممارسه تعرف امكانيات اخرى بهذا البرنامج. اوكي شوفوا هسه الحركة امكانية. اذا هسه في حالة ضفنا فيديو اخر، ايضا نروح للوسائط نضيف صورة او فيديو، ولتكن صورة هسه خلينا نضيف صورة شوي نغير. اي صورة، اوكي هنا بين مقطع ومقطع ممكن نضيف فد حركة. اوكي نأشر على المربع هذا الفاصل بين الصورة والفيديو او الفيديو والفيديو، نأشر عليه. العفو سأشرنا غلط، لازم نأشر عليه. أشرنا عليه راح تطلع لنا مجموعة تحويلات حركة اثناء انتقال فيديو من مقطع الى مقطع اخر او من مقطع الى صورة. فمجموعة كبيرة شلون بهالشكل هذا او بشكل هذا، الشكل مكعب او شكل، شوف هذا الانتقالات، يعني مجموعة من الانتقالات الجميلة من فيديو الى فيديو اخر. تحويلات مرحلة ممكن هنا بشكل دائري، هنا بشكل قلب الحوب، وايضا بهالشكل هذا. هذني امكانيات الانتقال من مكان لمكان، من فيديو الى فيديو او فيديو الى صورة.
شوف سهل الحركة شلون حلوة. إذن هسه عرفنا شلون نسوي حركات انتقالية من فيديو إلى فيديو. اوكي اريد مثلا هاي الصورة نغير اللون مالتها، الصبغة مالتها، صبغة اللون. فعن طريق هذا طبعا اي شيء نختاره، اي صورة او اي فيديو اختاره ونعدل عليه تطلع لنا هذه الواجهة. نروح صبغة اللون، نختار صبغة يعني خلينا نقول تأثير مثل فلتر وهكذا، وندوس علامة الصح حتى يحفظ هذا التأثير. اوكي نأشر ايضا على هذه الصورة. مثلا شو نريد نسوي؟ مثلا نريد نسوي لمحة بهالشكل هذا، نعطيه صح. مثلا هنا هذا الفيديو اريده قطعة، قطعته. هاي التحويلة حاول اسوي هنا، هنا تحويلة معينة. شوف الحركة شلون حلوة. اوكي كلام منا نص. حركة النص تمرير على تمرير الأسفل، تدوير حسب عقارب الساعة، يعني أشكال كل شيء نقدر نضيف. بس هاي الانتقالات شرحنا على الانتقالات بين فيديو إلى فيديو. طبعا أي شيء نريد نسوي نأشر عليه ونغير. زين إمكانية أخرى ممكن نسويها، مثل أريد أسجل صوت مثلا هسه هذا الأشجار أو أي شيء فيديو معين ممكن نضيفنا. خلينا نضيف فيديو ونضيف هذا الفيديو مركوزي. أريد تشرح مثلا أنت سجل الصوت وأريد تضيف صوت بعد على الفيديو. أروح على صوت، وين نشوف صوت؟ جو الوسائط. نا هذا الصوت نضغط عليها، ندوس ابدأ ونسجل. نبدأ هنا نسجل صوت، شوف يتحرك الفيديو ونتكلم، بعدها نسوي ايقاف. هسه هاي شغلة ثانية تعلمناها هسه اليوم، اذا تريد تسجل صوت تروح على الصوت وتبدأ تدوس ابدأ وتسجل. بالنسبة لإضافة لوجو، إذا أريد أضيف على الفيديو هذا فد لوجو معين للقناة أو خليها على الجانب، نروح على طبقة الوسائط، نختار صورة أو اللوجو اللي اختاره مثل هذه الصورة، نتحكم بالحجم عن طريق السهم، نحطها في أحد الجوانب. اوكي هسه اروح الى اختصاص قناع، فعله، صارت بشكل دائري مثل اريد اخليها بشكل مربع، مثلث، مستطيل، قلب الحوب. ممكن ايضا نتحكم بالحركة هذه اللوجو اللي خليناه، مثلا تمرير يمين، تمرير يسار، تمرير اعلى، بثاق. بعد ما نختار ندوس علامة الصح على رسوم متحركة داخلية. شوف السلان شغلت الفيديو، مثلا اريد على طول الفيديو اشر على اللوجو، اسحبه، اسحبه وين؟ السحبة للأخير نهاية الفيديو. اوكي
وايضا ممكن اتحكم باللوجو بحيث الصبغه مالته مثل الصبغه اغيرها انا شوي اسوي فد حركه عائم تبقى هيك متحركه هذا اللوجو. اوكي هسه عرفنا شلون نضيف لوجو معين نضيفه على احد الجوانب ونخلي متحرك ثابت ومثل ما شفتوا بهذه الاضافات اللي سويتها مثلا وساط يعني فيديو او صورة. اوكي نجي الى تأثير ناس او تغويش على مكان معين مثلا اريد اغوش شيء معين ما اريد اظهره عاد شو اسوي اخذ اسوي له تغويش اوكي ما يظهر هالشي هذا يعني ما اريد مثلا هاي البيضة ما اريد بعد ما نخلص التغييرات والتعديلات اللي سويناها على الفيديو شلون نحفظ الفيديو ونصدره بجودة HD نضغط على هذه العلامة اللي فوق وبعدها نضغط على الفيديو هذا اللي هو اول واحد يكون بعدين نضغط على الشير ونطيل حولي على 720 HD ونطي تصدير حيتم التحميل الى نهاية ويتكون الفيديو بالمعرض موجود بالموبايل او بالحاسبة نستخدمه بالفيديو الكامل بعد تعديله. خط البرنامج موجود أسفل الفيديو بدون علامة مائية. اللي يحب ينزله يستفاد منه بحيث يصدر الفيديو بدون علامة مائية. أي حقوق لهذا البرنامج متظهر بعد تصدير الفيديو. البرنامج